حديث غادة حول عمل المستشفى الميداني الأردني. نحن نتحدث عن أضرار لحقت بالمناطق المحيطة بالمستشفى بشكل كبير جراء قصف إسرائيلي قطع الطرق بشكل شبه كامل عن المستشفى الذي يعد المستشفى العربي الوحيد في قطاع غزة، مما أعاق عمل المستشفى منذ بدء هذا العدوان. المستشفى الذي أسس بتوجيهات ملكية عام 2009 وبقي على الدوام يخدم الفلسطينيين، الآن هو غير قادر على تقديم هذه الخدمات بسبب الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة والتي يعايشها الآن أو تعايشها الطواقم الأردنية الموجودة داخل هذا المستشفى. نحن نتحدث عن أن كميات الوقود المخصصة لتشغيل المولدات في كافة المناطق بما فيها المستشفى الأردني هي محدودة، ويمكن قصف جديد الآن في هذه الأثناء على ما يبدو أنه قريب من مكان وجودنا. نتحدث عن أن المستشفى الأردني الآن ينطبق عليه ما ينطبق على الفلسطينيين، وهذا بالتالي سأعاق أو تسبب في إعاقة كبيرة لعمله. المربع السكني المحيط بالمستشفى الأردني أيضا كان هدفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر يجعل الأوضاع صعبة بالتأكيد في تلك المناطق. ونحن نتحدث عن أن المستشفى الأردني كان له دور كبير خلال الفترة الماضية، المستشفى الذي يستقبل يوميا أكثر من 1000 مراجع ويقدم الخدمات بشكل لم تتوقف فيه، والاستقبال المرضى وتقديم الخدمات هو الآن يطاله ما يطال القطاع الصحي. بس هل يعني ذلك أن المستشفى الأوضاع في المنطقة التي يتواجد بها صعبة خارج الخدمة بشكل تام، أم أنه على مشارف ذلك؟ هو خارج الخدمة بشكل تام. نحن نتحدث عن أن القصف الإسرائيلي للمناطق المحيطة به أو حتى في كافة مناطق القطاع تؤدي إلى تدمير الطرق التي تؤدي إلى المستشفى، وبالتالي من الصعوبة الوصول بأي حالات إلى المستشفى، إضافة إلى أن المنطقة التي يتواجد بها شهدت عمليات قصف إسرائيلية متعاقبة وكبيرة واستهدفت مربعات سكنية بأكملها.